السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الأعزاء، عملاءنا الأعزاء، جيناكم اليوم بتعديل جديد ومفرح بالنسبة لي أنا شخصيا، وأنا متأكد أنه حيكون مفرح بالنسبة لكم، لأنه أضفنا تعديلات جديدة وأضفنا حاجات جديدة على الموقع بتاعنا. ده زي ما أنتم عارفين الموقع بتاعنا protecagency.com. لما نجي ندخل على قسم الحجوزات بوك ناو، بنلقى انه اول حاجه الواجهه الاساسيه او الرئيسيه لصفحه الموقع الرئيسيه تم تعديلها بشكل انيق وجميل. النقطه الثانيه والاهم انه اضفنا خاصيه عمل حساب خاص لكل عميل. الحساب ده بيكون فيه معلومات أو بيانات العميل، بيسهل على العميل كل حجوزاته، بيسهل على العميل كل إضافة أفراد أسرته، بيسهل العميل حاجات كثيرة جدا جدا، هنشوفها الآن خطوة بخطوة، خليكم معانا. طيب أول حاجة هنبدأ وعاوزين نعمل اشتراك أو عايزين نعمل حساب جديد. أنا عميل جيت اليوم عايز أعمل حساب جديد، طبعا مبدئيا لازم كل البيانات تتعبى باللغة الإنجليزية. الموقع حاليا باللغة العربية، ما في أي مشكلة، الأسماء لازم تكون باللغة الإنجليزية. فإحنا هنقول هنكتب اسمنا بالإنجليزي، بعدين نجي ندخل الجوال حقنا، بنختار طبعا مفتاح الدولة من هنا، وبعد كده بندخل رقم الجوال. الإيميل لازم يكون إيميل صحيح، والإيميل اللي أنت بتستخدمه كل مرة أو مفتوح عندك، بحيث إنه لو احتجت لإنه تدخل أو تراسلنا أو أي حاجة يكون موجود عندك نفس الإيميل اللي أنت بتدخل به كل مرة. طيب ندخل الإيميل بتاعنا الآن، وبعد كده هنجي ندخل كلمة السر بتاعتنا. طبعا ما تقلق من انه اذا نسيت كلمة السر او حاجة، هي حتكون موجودة في الايميل التأكيدي اللي حيوصلك بعدين. طيب بعدها حنضغط على كلمة اشتراك. مجرد ما ضغطنا على كلمة اشتراك حيجينا ايميل من قسم الاي تي عندنا، هيوصلك ايميل في نفس اللحظه في الايميل بتاعك، بيقول لك انه الايميل بتاعك انه تم التسجيل بنجاح، registration successfully، welcome to Protec travel and tourism agency. وهنا بيقول لك please find your login details below. دي تفاصيل الدخول بتاعتك، ده الايميل بتاعك، وده الباسورد بتاعك. هابي ترافلينج. طيب نجي نعمل تسجيل دخول عشان نشوف الموجود في داخل الحساب ايه بالضبط. هنجي ندخل الايميل بتاعنا، ممكن حتى لو احنا ما حافظين الايميل نجي ناخده من الايميل بتاعنا اللي جانا، ناخده كوبي بيست. تمام، الباسورد برضو احنا ما حافظينها، ما في داعي نحفظها، هتلقاها موجودة في الايميل بتاعك، هتعمل تسجيل دخول. اول ما تعمل تسجيل دخول حيجي يفتح لك الصفحة دي ويقول لك كمل باقي بياناتك. طيب في ملاحظة هنا لازم ناخد بالنا منها، انه احنا كنا البيانات في عالم الطيران لازم تكون كلها بالانجليزي. احنا معربين الموقع اساس نأكد او نسهل على كل العملاء استخدام الموقع، وانه كل عميل يقدر يعمل الحجز بتاعه بكل سهولة بدون ما يحتاج لانه يكلم اي شخص من خدمات العملاء عندنا. ولكن الحاجات اللي عاوزين ننتبه لها بس واحنا بنعبي الصفحة دي، مثلا زي هنا العنوان، هو مش عنوان، هو اللقب. تمام، الحاجة الثانية الحالة،
هي مش الحالة، هي الستيت بتاعتك، تمام، اللي هي الولاية اللي انت تابع لها. طبعا ديما مهمة، المهمة هي بس فقط مسألة العنوان دي. اذا عملنا الموقع انجليزي، تمام، اذا اخترنا الانجليزي هنجي على طول نلقاه هنا ايه، يتحول لتايتل، تمام. فهتختار مستر او مسز حسب انت مين. بتيجي بعد كده بتكتب التليفون بتاعك، بعد كده بتكتب الادرس بتاعك، بعد كده بتكتب السيتي اللي انت موجود فيها، بعد كده بتختار الدولة اللي انت موجود فيها، بتختار الستيت اللي انت موجود فيها، وبعد كده بتيجي بتختار جنسيتك، وبعد كده بتختار البين كود بتاعك او الرمز البريدي بتاعك. الشيء المهم هنا هو انك تعمل تاريخ الميلاد كما هو موجود في جواز سفرك، تمام. بعد ما خلصت المعلومات دي تيجي تعمل على ابديت او تحديث، تمام. طيب تيجي تضغط على ابديت، فبيجي يقول لك انه ايه، your profile has been updated. طيب نجي نرجع ل add family member، خلينا نخليه عربي مرة تانية. لما ندخل على إضافة فرد من العائلة، هتيجي تلقى نفس الحكاية. أول حاجة نوع الراكب، هو بالغ، هو طفل، هو رضيع، لازم تحدده. بعد كده تختار النوع بتاعه، بعد كده بتختار علاقتك به، هو إيه، هو أب، هو أم، هو أخ أو أخرى زي الزوجة مثلا. بعد كده بتختار الاسم بتاعه، تكتب اسمه، الاسم الأوسط ما مهم طبعا، المهم عندنا الاسم الأول والاسم الأخير، تمام. بعد كده بتجي بتكتب الإيميل بتاعه، وممكن تكتب نفس الإيميل بتاعك أنت إذا كان ما في إشكالية في الحاجة دي، فممكن تكتب الإيميل بتاعك نفسه، تمام. تاريخ الميلاد، لازم تاريخ الميلاد كما هو موجود في جواز السفر، تمام، بحيث انه لما نعمل الحجوزات او لما انت تعمل الحجز بتاعك ما تحتاج انك تعدل تاريخ الميلاد، لانه واحده من اهم الحاجات. ايضا الجواز بتاع السفر لازم تختار الجواز، تكتب رقم الجواز صحيح. بعد كده بلد إصدار الجواز، وآخر حاجة تاريخ انتهاء الجواز، برضو من الأشياء المهمة اللي لازم تكتبها كما هي موجودة في جواز السفر. بعد كده تعمل حفظ، بعد كده تعمل حفظ، تمام. طيب لما نيجي على إدارة تفاصيل العائلة، أول حاجة هنا بنلقى عندنا الاسم بتاعنا، اسمك انت طبعا الاول. الشيء المهم او الشيء اللافت هنا انه بنلقى حاجه اسمها المسافر الدائم. اغلب العملاء بيكون عندهم شركه طيران معينه هم بيسافروا عليها على طول، فشركه الطيران دي بيكون عندها برنامج ولاء، اللي هو بيجمع الاميال كل ما المسافر سافر عليها، تمام. فبنجي هنا بنختار شركه الطيران الخاصه فينا اللي احنا دائما بنسافر عليها كتير، ايا كانت. هنا عندكم هتلاقوا كل شركات الطيران، تمام، كل شركات الطيران اللي احنا بنتعامل معاها، اللي هي اوفر 700 شركة طيران، تمام. بتختار تدور الشركة بتاعتك، وبعد كده تختارها، تمام. بعد كده بتجي تكتب رقم المسافر الدائم بتاعك، ولازم يكون صحيح ومطابق لاسم المسافر اللي انت اخترته من البداية. يعني لازم الاسم بتاعك، لازم الاسم الموجود هنا والاسم اللي انكتب والرقم اللي موجود هنا لازم يكون لنفس الشخص، تمام. طيب تجي هنا بتدخل في الحجوزات، بتلاقي كل الحجوزات اللي انت عملتها معانا وصدرتها معانا، بتلاقي كل معلوماتها هنا، سواء كان حجز فندق او رحلة جوية اللي هي تذكرة الطيران، أو كانت جولة سياحية، أو انتقالات داخل المدينة اللي أنت كنت فيها، أو باكج سياحي كامل،
او بيست اوفر كان احنا منزلينه مثلا وانت اشتريته من عندنا. طيب انت نسيت الباسورد، بتقدر بكل بساطة تدخل هنا ضيف الباسورد الحالية، تكتبها هنا، بعد كده تكتب الباسورد الجديدة، وبعدها تأكد الباسورد وتعمل تحديث. نتمنى انه الإضافة دي تكون نالت على إعجابكم، وإحنا مستمرين في تقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد لعملائنا، وإحنا موجودين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة. يديكم ألف عافية. ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معنا على أرقامنا اللي هتلاقوها موجودة في أسفل الموقع، دي الأرقام الرسمية لنا، أو على اللايف شات، أو على أي من مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية الخاصة فينا. شكرا جزيلا، يديكم العافية، السلام عليكم.